السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد للربح المجاني من الانترنت كريبتو وار. هذا الموقع الذي نقوم بشرحه كل يوم، يعني من أجل البونس الذي يعطيه لنا الموقع. أنا سحبت حاليا من الموقع 111 دولار. هذه واجهة الموقع فقط. الموقع كما قلنا يقبل البيتكوين، إيثيريوم، بيتكوين كاش، LTC، داش والدوج، USDT. أيضا أضاف مؤخرا XRP وزيك وTRX والXLM. يعطيك 3.6% يعني كل يوم، 0.15% يعني لكل ساعة. هذا الموقع يعني تعودنا على شرحه، لذلك أنا لن أطيل الشرح. يمكنك أن ترجع إلى فيديوهات الأولى التي قمت بشرح كيف تربح مجانا من هذا الموقع. الموقع في يومه 50 كما ترى، يعني خاصية التسجيل سهلة جدا. تضغط على سين اب هكذا، بعد ذلك يعني تملأ هذه البيانات فقط. تضع هنا اسمك، ايميل، يوزر نيم، باسورد، يعني تعيد كتابة باسورد، ثم تضغط على سين اب. انا لدي حساب، لذلك سادخل مباشرة الى حسابي. تأتيك هذه الواجهة عند الدخول. مثلا انا ساختار ريبل هكذا، هذا هو الحساب الخاص بي. عند الدخول الى تأتيك هذه الواجهة، بعد ذلك كل ما عليك القيام به. مثلا اذا كنت تريد ان تستثمر في الموقع، مثلا تختار عملة الدوج هكذا، بعد ذلك تضغط على فقط ميك نيو ديبوزيت. ها هي هنا يقول لك يعني اقل المبلغ للاستثمار هو 3000 دوج. ايضا يعطيك يعني ارباحك بالساعة، ستكون يعني 4.5 كل ساعة، 108 يعني في اليوم، واربحك يعني بالاسبوع وبالشهر كم ستكون. تضغط على ميك ديبوزيت، يعطيك ادرس تقوم بالايداع لتلك الادرس. اذا كنت تريد يعني ان تسحب اموالك، تضغط فقط الى ويدراو فونز. هنا تجد يعني العملة التي أنت تستثمر عليها إذا كنت تريد أن تسحبها من هنا. إذا كنت تريد الترويج لرابط الإحالة الخاص بك، فقط تضغط على ريفيرال بروجرام. ها هو رابط الإحالة الخاص بك. أيضا إيديت بروفايل من أجل أن تضع مثلا، إذا كنت مستثمر تضع هنا محفظة الدوج كوين. إذا كنت يعني مستثمر على أي يعني عملة، تدخل إلى إيديت بروفايل فقط وتضع تقرأ هنا مثلا دوج ادرس، يضع يعني الادرس الذي تريد ان تسحب عليها في الدوج كوين. تضغط على سيف. هذا كل شيء، لنا لقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.